يا حكام العرب، يا حكام مجلس التعاون التونسي، نناليكم من دار الإسلام، ونطالبكم بحق المسلم على أخيه المسلم أن يصوح ولا يثور، وما من ضعف نناليكم ولا من خوف نباشركم، فثقتنا بالله عالية، وإيماننا بالله أثبت، وإيماننا بالله أثبت، أثبت من الجبال الراسيات، والله ناصرنا، وهو حامينا، ونحن ثابتون على طريقنا حتى إسلام النظام، ومحاكمة المجرمين، ولا تنكم يا إخوتنا قصة الوجاه.